لنفهم المجتمع القطري وثقافته وتاريخه كتير مهم نجرب الأطعمة التقليدية اللي تعتبر تجربة مش لازم تتفوت. ومن الأطعمة اللي كل زائر لقطر لازم يجربها هي الهريس، وهو أكلة شعبية بتتكون من حبوب قمح خاصة اسمها هريس ولحم خروف بالعظم المقطع، بنضاف لها الماء والملح وبتنطبخ 4 ساعات على نار هادئة، وقبل التقديم يضرب الهريس بالمضرب الخشبي ليصير مثل الكريمة. الثريد طبق أساسه خبز الرقاق اللي بنحط بصحن عميق وبنضاف له اللحم والخضار مثل البطاطا والقرع والباذنجان والكوسة المبهرة بأنواع مختلفة من البهارات. أما الأكل الشعبي الأشهر والأدسم فهي المضروبة، قوامها رز ودجاج أو لحم مع الخضار اللي بتنضرب بمضرب خشب لتصير على شكل عصيدة، بنضاف لها الدهن أو السمن على الوجه. طبق البلاليط من الأطباق اللي ممكن تقديمها كوجبة فطور أو كطبق حلو، بتتكون أساساً من الشعيرية والهيل والزعفران والسكر وبتقدم عادة مع البيض. من مجموعة الحلويات الشعبية لازم تجربوا الخبيصة اللي بتتكون من الطحين والسكر أو العسل وماء الورد، وأحياناً يستخدم الأرز بدل الطحين إذ يلقى ويسخن قبل استعماله، ويوضع الطحين على النار إلى أن يحمر ثم يضاف إليه الماء والسمن والسكر ويمزج على النار.